بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، أهلا بكم ومرحبا في كل مكان مع فتاوى دار الإفتاء المصرية. نتكلم عن الصلاة وعن أحكامها وعما يتعلق بها من تشريع. سؤال يرد إلينا كثيرا من الأخوات في كل مكان، في مصر وفي خارج مصر، عن مسألة كشف ظهر القدم في الصلاة. المرأة عندما تصلي ويظهر قدمها في الصلاة، هل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ قلنا من قبل إن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفان. المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. لذلك ذهب بعض العلماء إلى أن القدم لا ينبغي لها أن تظهر في الصلاة، وإذا ما ظهرت أدى ذلك إلى بطلان الصلاة، وأنه على المرأة أن تستر قدميها بجورب أو ثوب طويل كالإسدال مثلا، ولا يظهر شيء من القدم. هذا قول. وقول آخر يقول بأن قدم المرأة ليس بعورة في الصلاة، فلو ظهر فالصلاة صحيحة. ولكننا نقول الأولى دائما أن نتحرى في العبادة ونخرج من خلاف العلماء. فما أجمل أن تقوم المرأة بارتداء جورب تستر به قدميها، أو ترتدي إسدالا طويلا تستر به قدميها. بهذه الطريقة نخرج من خلاف العلماء ونؤدي الصلاة صحيحة على كل الأقوال. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.